اهلا بيكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لاول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا اثبات سحب جديد يا شباب لموقع ماني ماني فوق الالف روبل يا شباب. الموقع بيدينا 200% بعد 72 ساعه، تقدر تسحب في اي وقت لما توصل 10 روبل. الارباح بتضاف لك كل دقيقه. هنا المجموع الايداعات والسحوبات من الموقع يا شباب. طبعا بعد بتعمل فيديو بيديك كمان بونص 100 روبل حسب القناه بتاعتك، بيديك بونص على الفيديو. طريقه تسجيل ندوس هنا يا شباب. بعد كده يا شباب بنحط اليوزر نيم الايميل باسورد دعايه الباسورد، وبعد كده بندوس تسجيل. كده بقى لنا حساب في الموقع. للدخول هندوس على كلمه تفويض يا شباب تاني كلمه، بعد كده بنحط اليوزر نيم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. زي ما انتم شايفين يا شباب انا في حسابي 1371 روبل. هنخش كده يا شباب على السحب، او ناخد الاول المبلغ كده كوبي، بعد كده نيجي على السحب يا شباب. هنحدد المحفظة بتاعتنا من هنا، وهنا نحط المبلغ، هنخليه عدد صحيح، يبقى 1371 روبل. هنخش على البير يا شباب. اخر حاجة لينا 3 روبل وسبعة وخمسين سنت يا شباب، وهنقول له سحب. زي ما انتوا شايفين يا شباب السحب كده تم. هنعمل ريفريش اهو يا شباب، السحب وصل 1371 روبل بدون اي انقطاع ولا اي حاجة يا شباب، بدون عمولة. اول ما تسجل في الموقع هتخش على الاعدادات، اول حاجة تعملها، وبعد كده تسجل رقم المحفظة بتاعتك اللي هتشتغل عليه، وبعد كده بتنزل تحت تعمل حفظ. دي اول حاجة تعملها. بعد كده بتيجي لو انت حابب تعمل ايداع بتخش هنا يا شباب على بعد كده يا شباب بنيجي هنا نختار الخطة اللي احنا هنشتغل عليها. انصح بالخطة الاولانية. بعد كده بتختار رقم المحفظة اللي انت هتشتغل بيها، وهنا بتحط المبلغ وتعمل، بتدوس هنا كده بيحولك على المحفظة بتاعتك وتعمل ايداع. وزي ما انتوا شايفين انا الايداعات اللي انا عاملها في الموقع 100 و200 يا شباب. يبقى احنا كده عرفنا الايداع والسحب يا شباب من هنا. كل دي سحوبات ليا من الموقع يا شباب. طبعا لو انت عندك قناه يوتيوب بتيجي على الخانه ديت وبتحط لهم هنا اهوت رابط الفيديو اللي انت بتعمله. زي ما انتم شايفين انا واخد لغايه دلوقتي اكتر من 500 روبل يا شباب من الفيديوهات. وبس يا شباب كده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.